السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ بالبرنامج ونسرد تفاصيله، الواجهة الرئيسية للبرنامج من نفتحها أيا كان الفيرجن لازم ضروري تعرفون الأوبشنات اللي بي. أي برنامج سوفتوير أكيد بي ثلاث خطوات رئيسية اللي هي البري بروسيسنج، الخطوات الرئيسية أو الأولية اللي تجريها أنت بالبداية قبل إتمام عملية إحنا نسميها الران للبرنامج وتحديد المش، والخطوة الثانية اللي هي الران والمش وعمليات إجراء البروسيسنج يسمونها، والخطوات اللي بعدها يسمونها البوست بروسيسنج يعني الريزلت. فنجي البرنامج الهيكراس، أول شيء هو متوضحات هنا بال إحنا نسمينا المين منيو. أول شيء هذا هنا الأوبشن إن هو يخرج لك من الوضع الحالي أو من هذا البروجكت اللي أنت فاتحه، والدليل هسه من نضغط عليه ده يقول لك دي وين تو سيف الكرنت بروجكت قبل ما اخرج لك من عنده، يعني يخرج لك من عنده ويفتح لك نافذه النيو بروجكت. تمام، هذا ما له علاقه بالبري بروسيسنج. الاوبشن من هذا الخيار الى حتى هذا الخيار الراس ما بر، هذا كله يسمونه بري بروسيسنج. تمام عيني، هذه الخطوات اللي بعده يسمونها البوست بروسيسنج. هسه نجي لهنا، الخيار الثاني هو السيف. كل خطوه تسويها انت تعملها سيف سيف للبرنامج بصوره عامه، تسوي له سيف. هذا السيف مثل ما نقول احنا السريع، تقدر تقول سيف از، تقدر هنا من هنا تنطي سيف بروجكت او تاخذ من القائمه المسدله اللي هو من هنا. وكذلك سيف از اذا تريد تحول الخزن الى مكان ما، تقدر تنطي هذا البروجكت تحول كذا. تريد تغير النيم مالته تقول له رينيم، منها تحول الرينيم مالته. تريد تسوي ديليت للبروجكت، تمام عيني، تنطي في سمري معين. وهذه الخيارات البقيه ان شاء الله من نوصل لها يلا النهايه تتعلق بالبوست بروسيسنج. سو اني من اريد اشتغل بالبري بروسيسنج، انا شنو احتاج اول خطوه؟ اول خطوه حتى ابدا بها احتاج خريطه تضاريس اعمل بها، وعلى اساسها انا اضيف الجيومتريك داتا وغيرها. والدليل هسه انا هنا اريد اضيف نهر، انا ما من المفروض اجي اضيف نهر بشكل مثل ما نقول احنا انه اجي ارسمه انه خلص اختار لاين الجيومتريك داتا اقول له هنا أنا مثلا نيو ريفات وارسم، لا هذا غلط، هذا غلط، هذا الشيء مو منطقي. اني العمل مالتي حتى لو طلبت اوليه المفروض من اعلمه اعلمه على اساس واقعي، لان الطالب اللي يجي يتعلم برامج موارد مائيه لابد ما يكون عنده يعني تكون عنده باك جراوند عن الجي اي اس ريموت سنسنج، لابد ما درسوه مرحله من المراحل، بالضروري يعرف نموذج الارتفاع الرقمي. يعني انا ما اجي ارسم نهر وهمي، لا المفروض اجيب نهر حقيقي او صوره طوبوغرافيه حقيقيه، راستر نسميها راستر، والفكتر البيانات المكانيه والبيانات النقطيه يعني شو اللي يستدعيها للبرنامج، وينشأ طبقه الدم حتى يعرف عن طريقها التضاريس الخاصة بالمنطقة، يعرف أيضا الـ يعني أوبشنات المنطقة، شبكة الأنهار الموجودة بالمنطقة، يعني غيرها، قنوات التصريف، الجكشن بوينت، الكروس سكشن، هل هو ثابت طول النهار؟ لو متغير في منطقة ما يكون مثلا شكل الترابيزويدر أو يعني الويث مالته أكبر، المنطقة ما يتضيق، خاصة مناطق الكونكشن والكونفكشن، يعني من هذه الأمور. فالمفروض إنه أنا شنو أبدي؟ أبدي بشيء واقعي. ابدي منا ادخل خريطه الراس مابر. بعد ما ادخلها انا حتى من دخلتها خريطه الراس مابر اقدر ارسم عليها اللاين، وهي راح نتناولها بالمحاضرات القادمه ان شاء الله، ما نريد انه نستعجل الامور حتى تكون محاضرتنا هذا الفيديو بالضبط هي سبيسيفيك مخصصه. فهسه عندنا هاي الخطوات اللي هنا هي ضمن البري بروسيسنج، هنا يستدعيك للجيومتريك، بس تدخل على الاول يعني مكان ما يدخل لك كل هاي الاوبشنات، هاي لاحظ هاي الاوبشنات هنا كلها، وهاي الاوبشنات راح تصير القائمه المنسدله الخاصه بالبري بروسيسنج مشوهه وتحمل الكثير من يعني المعلومات اللي انا ادخلها بري بروسيسنج. يعني مثلا ابين النهر، ابين الكروس سكشن، ابين المنشئات المقامه على النهر، المنشئات الهيدروليكيه سواء بوسط النهر نسميها اللاين ستراكشر او جانبيه على النهر نسميها اللاترال ستراكشر. شلون يقدر يضيف كل هاي الاوبشنات؟ فما ضاف لك اياهم، سوى خاصيه بالبرنامج، مجرد ما انت تريد تبدا باول اوبشن تدخل شنو؟ طبعا انت اول شيء لازم تدخل الراس مابر، هي هاي الرئيسيه السنتر بين ذني وذني اللي هي نموذج الارتفاع الرقمي او نموذج التضاريس الخاص بالمنطقه اللي انت راح تدرس عليها.
فراح تبلش اول خاصيه بالبري بروسيسنج ورا ما دخلت الخريطه وراح نتعلم شلون هاي الامور. تدخل هنا دخلت على الجيومتريك داتا او تقدر تدخل عليها من هنا تقول اديت جيومتريك داتا تمام. ف شنو الاوبشن اللي سواه بالبرنامج؟ تدخل هنا على الفيو جيومتريك داتا هذا خاص باللاين باللاين ستراكشر والدليل يشبه هذا. هذا يشمل جميع الجيومتريك داتا. الجيومتريك تتضمن اضافه جكشن بوينت نقطه التقاء كان تكون هاي نقطه ناظم التقاء نهر مع مثلا مصاب يعني غيرها هاي الامور. الكروس سكشن خاص بمنطقه الدراسه خاص بالنهر كان يكون هنا الكروس سكشن يختلف عن هذا الكروس سكشن يختلف عن هذا عن هذا وهكذا. تريد مثلا عندك منشآت صادفت بداخل النهر هذا كله ضمن من ضمن الجيومتريك داتا اللي هو مثلا الكلفرت او عندك مثلا اللاين ستراكشر عندك اوبشنات هسه لاحظ هنا جسر داخلي او كلفرت ايش يشمل الديك او الرودواي البير السلوبنج اللي هي المنشآت اللي تكون احنا سلوبنج نسميها المودلنج ابروتش الكلفرت يعني عندك عده اوبشنات تقدر اذا انت تسوي ديزاين خاص معين تقدر تختاره. نجي الانلاين ستراكشر مجرد ما تضغط عليها عندك وير امباكتمنت عندك جيت عندك كلفرت بس تختلف عن الكلفرت الاول ليش كلفرت كمنشأ رئيسي يرتبط مع الجسور والاوت يعني الاوتلت مالته ستوريج اريا عندك منطقه خزن مرات بعض الانهار مثلا بحيره الثرثار هاي تعتبر عباره عن ستوريج اريا تريد تنمذجها مثلا حسب العمل اللي خاص بها. الاهوار اهوار نمذجتها تتنمذج ضمن الفلو اريا او الستوريج اريا تمام عيني. الستوريج اريا تكون اعمق ولها مواصفات معينه اذا كانت لا المنطقه مجرد انه يعبر بها الماء تسمى 2 دي فلو اريا يعني هذه الاوبشنات بالكامل بالكامل ستوريج اريا 2 دي فلو اريا غير هاي الامور بالكامل هنا نضيفها عن طريق الجيومتريك داتا. بعد ما ضفنا كل الجيومتريك داتا وراح نجي ناخذها بالتفصيل ان شاء الله ونسيب وهاي ننتقل على الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها نحدد نوع الجريان اللي احنا راح نشتغل عليه. عندك خطوات اذا كان عملك ضمن الجريان الستدي تختار هذا الاوبشن الستدي ستيت فلو راح ناخذه بالتفصيل ان شاء الله. اذا كان عملك ضمن اكو نوع احنا شو نسميه عندنا احنا ثلاث انواع من الجريان يسمونه اللمينار تيربولنت ترانزيشن الجريان الانتقالي وهذا يكون حاله مثاليه قليله جدا يسمونه الكايسي ان ستدي داتا. وبالمناسبه تقدر تدرس انواع الفلو الستدي والان ستدي والترانزيشن او الكايس ستدي يعني كتب الهيدرولوجي يعني متناوليها بالتفصيل وخاصه كتاب تشاو الفصول الاخيره تشابتر 9 يتناول الستدي يعني التشابترات الاولى الستدي فلو اي ثينك من تشابتر 9 يدخل بالان ستدي فلو والتشابترات اللي بعدها يتناول الـ الـ الخيار يتناول الخيار الامثل اللي هو خاص بالستدي والانستدي فلو. سو احنا هنا هسه انواع الجريان تحددها. نجي هنا تحدد السيدمنت اذا كان عندك ايضا سيدمنت هذا شغل السيدمنت شغل خاص وحده تلقائيا هنا تنطي اوبشن السيدمنت هذا اوبشن السيدمنت يعني اذا انت كانت دراستك ضمن السيدمنت ايضا ان شاء الله راح ناخذها بالتفصيل ان شلون تحدد السيدمنت تنطي النهر تنطي الريش تنطي عمق السيدمنت غيرها تفاصيل يا معادله حاكمه لهذا السيدمنت الترانسبورت فاكشن مثل ما نعرف واغلب الاخوه اذا دارسين ماده السيدمنت ترانسبورت عندنا عده معادلات حاكمه للسيدمنت حسب يا معادله حاكمه على الفان اغلب المعادلات اللي يعني اتوقع الباحثين دارسينها بالسيدمنت هي معادلات فان ريجن كويجن اتوقع الاغلب لكن هاي المعادلات يعني متطوره ان شاء الله احنا اتوقع طالب الاوليه ما يفوت بالسيدمنت وانما طالب الدراسات العليا فيفهم هذه الامور وضروري يكون عنده اطلاع كامل بماده السيدمنت. سو هذا اوبشن السيدمنت بعد ما نخلص يعني انه تخلص هذا الاوبشن ننتقل على الخيار اللي بعده اللي هو الووتر كواليتي. البرنامج ايضا باوبشن يشتغل ووتر كواليتي. شنو الووتر كواليتي اللي يقصد به الخصائص يعني المترولوجيكال داتا سيت نوع الانجكشن نوع يعني بكامل التفاصيل يعني نوعي قرر نوعيه المياه نعطيك فد يعني تفصيل كامل عن نوعيه المياه ويطلب طبعا عده اوبشنات وايضا راح ناخذها بالتفصيل ان شاء الله. انا مجرد انه ادللكم على
الاوبشن يعني اكو اوبشن اي نعم حتى تعرفون البرنامج شنو يشتغل بالضبط على اساسه ان شاء الله. بالمناسبه هذا البرنامج انطلب مني كثيرا عن طريق الاتصال بالخاص او على الكومنت مال القناه وارتئينا انه ان شاء الله نشرحها. بعد ايضا اذا هسه لاحظ بالجيومتريك الرئيسي وبانواع الاستدي انواع الجريان الفلو وبعد بالسيديمنت والووتر كواليتي. تمام، بعد الووتر كواليتي نجي هنا التحليل. شو تريد انت بالتحليل الخاص بالستدي فلو؟ شو تريد اللي يعني سب كريتيكال سوبر كريتيكال ميكست، شنو نوع الفلو ريجيم اللي خاص بيك؟ وتنطي هنا اوبشن تقول له كومبيوت يدخلك للبري بروسيسنج. البري بروس هاي البروسيسنج، هذين الخيارات الثلاثة شوف هاي تكون مشتركة، هاي ما لها علاقة، هاي الخريطة الرئيسية، هاي تدخل من بداية البرنامج، هاي وكأنه انبوت رئيسي ما تتعلق لا بالبروسيسنج ولا بالبوست بروسيسنج ولا بالبري بروسيسنج. أول خطوة أنت تنشئها هو إضافة الخريطة أو من الراس مابر تضيفها، يلا تشتغل على هذه الأوبشنات. فإذا تنتبه البرنامج وين مخليها؟ متوسطة بين هذه القوائم الأوبشنات، فمخليها منها أول أوبشن تشتغل أنت عليه تضيف الراس مابر. بعد ما تضيف الراس مابر تشتغل على البري بروسيسنج. البري بروسيسنج يبدأ من الجيومتريك داتا هذا الخيار إلى حد هذا الخيار اللي هو الووتر كواليتي داتا. طيب البروسيسنج العملية وينها؟ البروسيسنج هاي العملية، هذا الخيار زائد هذا الخيار زائد هذا زائد هذا زائد هذا. ندخل على الأول، هذا إذا كان خيارك بري بروسيسنج بس نوع جريانك شنو؟ الستيدي ستيت فلو. من تقول له كومبيوت راح يعمل هنا كومبيوت، إن شاء الله راح ناخذه بالتفصيل بعد ما نحدد لهاي الأوبشنات. الخيار الثاني اللي هو خاص بالأنستيدي فلو أناليسيس. الخيار الثالث اللي هو خاص بالسيديمنت ترانسبورت اذا كان تحليلك هو سيديمنت. الخيار اللي بعده ينطيك هذا الهيدروليك ديزاين، اذا انت تريد تصمم اي منشأ هيدروليكي شلون راح تقدر انه تسوي له بري بروسيسنج، هاي بالتفصيل الكامل. وهاي الووتر كواليتي عبرناها. تمام، فعندك اربع خيارات خاصه بالبري بروسيسنج. هذا قلنا اول خيار يدخل ما له علاقه، هذه الخيارات من هذا الخيار الى الخيار الاخير هذا نسميه بوست بروسيسنج، بمعنى الاخر هي الريزلت النتائج اللي راح تظهر لك. اول شيء البرنامج احنا مثل ما نعرفه برنامج هيدروليكي يظهر لك نتائج الفلو اللي هي الفيلوسيتي بروفايل ديسشارج، يظهر لك ايضا الكواليتي السيدمنتيشن. فاول شيء نعطيك البروفايل الكروس سكشن، البروفايل الطولي والعرضي. هسه لاحظ هذا عندنا اول مقطع هو الكروس سكشن اللي احنا نسميه العرضي. هنا شنو نعطيك؟ الفيو بروفايل اللي هو البروفايل الطولي، المقطع الطولي. تمام، وهاي هنا جنرال بروفايل بلوت يرسم لك اياها بصوره عامه. هنا ينطيك الاوبشنات بس كراتين كيرف، ايش قد مقدار الراتين كيرف لهذه، واحنا هذه الامور كنا نعرفها بالهيدرولوجي. تمام، يعطيك النتائج بس على شكل 3D view، يعني ريزلت موضحة، يعني قيم الجريان والارتفاع بس وين؟ على نموذج الارتفاع الرقمي على الخريطة الرئيسية، يعني وكأنه view تنزلها كخريطة ترفقها ببحثك أو بأطروحتك أو بعملك اللي أنت تشتغل عليه ضمن دائرتك أو غيرها. بعدين إذا تريد ترسم أنت البلوت ستيج يعني الفلو هيدروغراف، الهيدروغراف الخاص يعني النهر أو يعني حسب عملك تقدر هنا ينطيك أيضا أحد الخيارات الفلو الهيدروغراف. هسه نتائج لحد الآن ما تظهر لأنه ما يعني ما نبلشين كأوبشن يعني عمل. بعد ذلك عندنا الرسومات الهيدروليك البروبرتي خاص بي، كذلك نقدر نظهر النتائج على شكل ملف اكسل، يعني انت النتائج يجوز تحتاجها على شكل ملف اكسل، يجوز ما تريد هاي الرسومات تضعها ببحثك او غيرها، تريد انت ترتب الرسومات مثلا باستخدام ملف الاكسل، فيظهر لك النتائج ايضا على شكل ملفات اكسل بالكامل ويعطيك ديتيلز بالكامل، تفصيل كامل ينطيك اياه. الستريم باور غيرها الشير الويتد الكونفكشن الهايدروليك كل الاوبشنات تظهر لك بالكامل. والدي اس 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 هذا انه البيانات يظهر لك اياها بعدين كاوبشن، تقول له انه انا اريد من هذه البيانات لهذه البيانات وينزل لك اياها على حسب الخيار اللي انت تريده اكسل او اكسس او غيرها تنزل لك البيانات بالكامل. فهاي المحاضره تعريفيه، وهذا الشعار هنا هو شعار
الخاص بالهندسة الأمريكية أو هندسة الجيش الأمريكي، الهندسة الهيدرولوجية، اللي هو أصلا مصممين البرنامج الرئيسي، وتقريبا كل برامج الهيك تنتمي إلهم، الهيكرز، الهيكرز بور سيموليشن اللي سبق شرحناه، الهيك اتش ام اس، وتطول القائمة. فضروري قبل ما تعرف يعني تدخل البرنامج كعمل، ضروري تعرف فلسفته، ان البرنامج بثلاث خيارات لازم انت تمشي بيها بالتسلسل: البري بروسيسنج، البروسيسنج، البوست بروسيسنج. واتوقع حسا لحد الان انه انت فهمتها بالكامل. الاوبشنات الفوق الفايل، هذا يعطيك الخصائص الخاصه بالفايل الرئيسيه، انشاء بروجكت، حفظه، غيرها، اللي يذني المفروض اذن الخيارين الاوليانيات يتمن ضمن الفايل. الايديت يشمل البري بروسيسنج، تمام، البري بروسيسنج، هاي كل الجيومتريك، الستدي فلو، الانستدي فلو، السيديمنت، الووتر كواليتي، والجيومتريك اللي هو، لاحظ اول خيار مو جيومتريك، هو هذا الجيومتريك، مو احنا ثاني خيار قلنا الستدي والانستدي والكاس ستدي، هذا موجود لان ثلاثتهم. الخيار اللي بعده مو قلنا سيديمنت وبعدها الووتر كواليتي، هاي لاحظ يعني بامكانك تختارها من القائمه من المنسدله او من شريط القوائم السريع المتوفر عندك. بعد ذلك ايش قلنا؟ قلنا الخيارات اللي تبدي بعدها البوست بروسيسنج، واللي شنو معناها اسمها الثاني الران للبرنامج، تقدر تختارها منها. الستدي فلو اناليسيز، الانستدي، الكاس ستدي اللي هو السيديمنت الخاص به، الووتر كواليتي انال، والهايدروليك ديزاين، والرن مالتبلي اذا تريد تسوي الرن للكل اذا انت استخدمته ككل. هذا الانستدي اناليسيز يتفعل، لكن اذا كنت انت من البدايه مشتغل انستدي بحالات خاصه، وان شاء الله هذا جدا متقدم يعني لمنشآت معينه، وان شاء الله نحاول يعني اتوقع يكون على الدروس الاخيره من البرنامج. واثنك البرنامج يحتاج مده سنه شرح بالكامل يعني مع وقتنا والتزاماتنا. الفيو يقصد الريزلت، الفيو يقصد الريزلت، الريزلت يعني هي هاي البوست بروسيسنج اللي نتائج النهائيه، الووتر سيرفيس بروفايل، الجنرال بروفايل، الراتب كيل، 3 دي فيو على الخريطه يوضحها، اكس واي زد، بلوت يعني رسم التقيا لكن ثلاث الابعاد للقناه، الستيج اند فلو هيدروغراف، الهايدروليك بروبابيلتي تيبل يطلع لك النتائج كتيبل، وغيرها الديتيلز اوتبوت تيبل، السمري كتيبل، وغيرها ان شاء الله راح انه نوضحها. كذلك السيديمنت اوتبوت ذاتي يطلع نتائجها وغيرها ان شاء الله. الاوبشن هاي قلنا احنا يتكلم عن خصائص البرنامج، شنو ديفولت، هاي يقصد به نوع المعادلات الحاكمه للبرنامج. اذا انت تشتغل 1D، اذا انت تشتغل 2D، معادلات ستانفورد اكويجن، اكو معادله خاصه انه مثلا بتحويل، يعني هذا الاوبشن البروجرام سيت اب يعني الجفرنج عفوا الجفرنج اكويجن يعني المعادلات الحاكمه للسوفت وير بالضبط. البارامترات المعلومات الخاصه بالبرنامج اللي هي ايش اسمه الاكسبانشن والكونتراكشن، احنا ما عندنا غير معلومات يعني ما عندنا مثلا معلومه الجليد، معلومه كذا، معلومه لا ما عندنا، عندنا معلومات رئيسيه بالبرنامج اللي هي مناطق اللي احنا نسميها التخصر، مناطق التضخم، الكونفكشن والاكسبانشن راح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل. كذلك الاوبشن الاس اي يو اليونت سيستم شرحته بالمحاضره السابقه، انه ضروره من البدايه تحدد اليونت الخاصه بالعمل، كذلك شلون انت تحولها مثلا انت اثناء العمل يعني عملك من البدايه كان كله وحدات بريطانيه بريتش يونت، تمام، وطلعت لك النتائج بالبريتش يونت، نفس العمل يقدر شو يسوي بالنهايه؟ تحاول تقول له انا اريد الوحدات بالكامل طلع لي النتائج هسه بالاس اي يو بالمتريك يونت يعني الوحدات الامريكيه، يحول لك كل النتائج يظهر لك اياها اذا يعني كامل انه يحول لك اياها بالوحدات الامريكيه، تمام يعني هذا ايضا الخيار مهم ويفيد حسب اللي عندهم تحويل. الكونفيرت الهوريزونتال كوردينيت، هاي ان شاء الله راح نتعلمنا من ندخل على الراس مابا. نجي الجي، هذا الجي اي اس تول اللي هو هذا اهم خيار، وقلنا هذا الخيار يشمل لي هذا الخيار بالنص، هذا اول خيار بدخله، هذا يعتبر انبوت يعني لا ضمن خطوات البري بروسيسنج ولا البروسيسنج ولا البوست بروسيسنج، اول خطوه للبرنامج مثل ما يقول اول ستيب، فيرست ستيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الراس مابر محضر، تمام، اللي هي نموذج الارتفاعات الرقميه، فهنا يسموه جي اي اس تول تدخل على الراس مابر وهي خياراته موجوده، وان شاء الله راح ناخذه هو اول محاضره بتفاصيل دقيقه، يمكن هذا يحتاج
ما لا يقل عن 20 محاضرة يعني بشكل تفصيلي. So بعد ذلك هاي الهيلب هذا تقدر أنت تنزل الدوكيومنتيشن الخاص بالبرنامج. أتوقع هنا المحاضرة تكون إن شاء الله واضحة. نلتقي بكم على المحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.